بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله ذا ترون ليجاسي لاب. ده الفيديو رقم 10. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن ان احنا كنا بنكمل عمليه المايجريشن بتاعه الاكتيف دايركتوري. طبعا احنا مش بنمايجريت الاكتيف دايركتوري بس، يعني مش الكمبيوترز واليوزرات والجروبات بتاعه الاكتيف دايركتوري، لا بنمايجريت الجروب بوليسز، بنمايجريت الديبارتمنت شيرز او الفولدرات اللي عاملينها للاقسام عشان يحطوا حاجات مهمه عليه. بناخد ده كمان معانا في الدومين الجديد. والاكتيف دايركتوري هوم فولدرز اللي هو برده كل واحد في الاكتيف دايركتوري له فولدر خاص بيه يحط عليه حاجته، ده برده بناخده معانا للدومين الجديد، والدي اتش سي بي وكذا حاجه. فكنا وصلنا في الفيديو اللي فات ان احنا اخدنا جروب بوليسز بتاعت الدومين القديم حطيناها في الدومين الجديد، وبعد ما حطيناها في الدومين الجديد ظبطناها بقى على انها ايه تتنفذ على الجروبات اللي احنا عايزينها. طبعا واحنا اساسا كنا الفيديو اللي قبله عملنا مايجريت للجروبات بتاعت الدومين القديم، فكده بقى عندنا الجروبات بتاعت الدومين القديم في الدومين الجديد وجروب بوليسز بتاعت الدومين القديم في الدومين الجديد. هنظبط الجروب بوليسي على الجروبات اللي احنا عملنا لها مايجريت من الدومين القديم، ده اللي عملناه اول حاجه. وتاني حاجه اخدنا الشيرز بتاعت الاقسام اللي هي الفولدرات اللي احنا عملنا الاقسام عشان الناس تحط حاجات المهمه عليه، اخدناها من الدومين القديم حطيناها في الدومين الجديد وظبطنا عليها الصلاحيات المختلفه. يعني كل مجموعه من الاكتيف دايركتوري هتخش على فولدر معين خاص بيها، تمام كده؟ ده عن طريق البرميشنز او الصلاحيات. فعملنا كوبي للفولدرات وظبطنا الصلاحيات على الفولدرات دي او على الفولدرات المتشيره دي عن طريق الباور شيل. وكمان عملنا ايه الشيرز بتاعت الاقسام دي هنعمل لها ماب، حاجه اسمها نتورك ماب درايف، هتظهر ليه مثلا الاي تي، هيظهر له الشير بتاع الاي تي على انه درايف زي السي او الدي، مثلا الاتش ار برضه هيظهر له الشير بتاعه زي السي او الدي. ده عن طريق على حاجه عملنا اسمها جروب بولسي اسمها نتورك ماب درايف، او عن طريق جروب بولسي عملنا حاجه اسمها ماب درايف. خلاص ده بالنسبه للديبارتمنت شيرز. وبعدين عملنا في الجروب بولسي بتاعه المابنج دي اللي هي بتاخد الشير بتاع الاداره بتخلي يظهر كدرايف سي او دي، قلنا له ان احنا في المابنج جروب بوليسي نفسها دي اللي هي طبعا احنا المابنج جروب بوليسي اللي احنا عملنا لها مايجريت من الدومين القديم، فطبعا الجروب بوليسي اللي جايه من الدومين القديم دي بتعمل مابنج او بتعمل مابنج للدرايفرز القديمه اللي على الدومين القديم. يعني احنا في الدومين القديم عملنا عندنا ديبارتمنت شيرز ومتميبه كدرايف، تمام كده؟ فعايزين نعدل فيها، نقول له ايه بقى المابنج جروب بوليسي؟ نقول له لو سمحت اللي احنا واخدينها من الدومين، لو سمحت عايزك اليوزر اي وهو داخل تدلت له الشيرز القديمه اللي في الدومين القديم وتحط له الشيرز الجديده بتاعت الدومين الجديد. فده هنعملها في جروب بوليسي واحده. يعني جروب بوليسز اللي اخدناها دي من الدومين القديم من ضمنها حاجه اسمها مابنج جروب بوليسي اللي هي كانت مسؤوله انها تعمل تميب اشارات الشيرز بتاعت الاقسام لدرايفرات زي السي والدي. فطبعا دي فيها الشيرز بتاعت فيها المابنج بتاع الشيرز القديمه. فاحنا هنقول لو سمحت دلت لي الشيرز بتاعت الشيرز بتاعت الدومين القديم وحط لي الشيرز بتاعت الدومين الجديد، يعني اليوزر وهو داخل يتشال له الشيرز القديمه وتتحط له الشيرز الجديده، تمام؟ وبعدين برضو ظبطنا موضوع الاكتف دايركتوري هوم فولدرز، ان احنا عملنا كوبي من الهوم فولدرز بتاعت اليوزرات بتاعت الاكتف دايركتوري في الدومين القديم حطيناها في الدومين الجديد، تمام؟ وظبطنا بسكريبت ان هو يظبط الكلام على انه اليوزر وهو داخل على الدومين الجديد يشوف الهوم فولدر بتاعه على الدومين الجديد مش الدومين القديم، لان الدومين القديم فيه الهوم فولدرز القديمه، فاحنا خدنا كوبي منها حطيناها في الدومين الجديد. عايزين نظبط في الاكتف دايركتوري بقى بعد ما عملنا مايجريت لليوزرات من الدومين القديم للدومين الجديد، عايزين ان هو يخليه يشوف الهوم فولدرز في الدومين الجديد اللي مش في الدومين القديم. ظبطناها برده، وكل فولدر طبعا بيبقى يعني كل فولدر من الهوم فولدرز دي اليوزر له صلاحيات كامله، يعني كريم له صلاحيات كامله على الهوم فولدر بتاعه، واحمد له صلاحيات كامله على الهوم فولدر بتاعه. هنعمل الكلام ده كله ازاي؟ بباور شيل سكريبت. وفي الاخر خالص سطبنا الفايل سيرفر رول. ليه بقى؟ عشان شيرز الاقسام والهوم فولدرز عايزين ان هو مثلا الناس ما تحطش عليهم داتا اكتر من مثلا 8 جيجا او 10 جيجا، دي اسمها كوتا او حصه. وعايز الناس ما تحطش في شيرز الاقسام والهوم فولدرز يحطوا اغاني او افلام، دي حاجه اسمها فايل سكريننج رولز. يعني انا بقول لو سمحت مش عايز حد يحط لا اوديو ولا فيديو على شيرز الاقسام ولا الهوم فولدرز، فتمام؟ ده كل ده شرحناه الفيديو اللي فات، تمام؟ الفيديو ده هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي فعليا احنا عملنا ايه لحد دلوقتي؟ عملنا هجره او مايجريشن للاكتف دايركتوري يوزرز وجروبس والجروب بوليسي
والديبارتمنت شيرز واليوزر هوم فولدرز. تمام، فاضل ايه بقى؟ فاضل الكمبيوترات. عايزين نعمل مايجريت او هجره من الكمبيوترات، نخرجها من الدومين القديم ندخلها في الدومين الجديد. وعايزين كل مكنه، يعني على سبيل المثال مكنه مثلا مجونه الدومين الجديد، الدومين القديم اسمها اكس، دي مثلا دخل عليها كريم ومحمد ومش عارف ايه كذا كذا كذا، كريم ومحمد وزيد وعبيد وكل حاجه، فبقى ليهم ويندوز بروفايلز على المكنه دي. فاحنا الفيديو ده هنعمل ايه؟ هنعمل مايجريت للبروفايلات دي اللي على المكنة دي من الدومين القديم للدومين الجديد. يعني دلوقتي كريم كان في الدومين القديم، لما بيدخل على المكنة دي على الويندوز بروفايل بتاعه بيشوف ايه؟ الديسكتوب بتاعه، الدوكيومنتس بتاعته، البرامج بتاعته، الشيرز بتاعته. تمام، عايزه ان هو لما يروح الدومين الجديد يفتح بالبروفايل بتاعه يلاقي نفس الديسك توب بتاعه اللي كان على الدومين القديم وهو نفسه في الدومين الجديد. كل حاجه كانت في الدومين القديم يلاقيها في الدومين الجديد على البروفايل بتاعه هو، على الويندوز بروفايل بتاعه هو. فهنعمل مايجريت الاول للبروفايلات بتاعه الويندوز على المكنه، وبعد كده نعمل مايجريت للمكنه نفسها اللي هي نخرجها من الدومين تمام القديم نحطها في الدومين الجديد. يعني باختصار يا جماعه، احنا مش هنعمل مايجريت للمكنه كلها في الاول، لا، هنعمل مايجريت او نعمل هجره للبروفايلات بتاعه الويندوز اللي على المكنه دي، وبعد كده نعمل مايجريت للمكنه نفسها. تمام كده، فده اللي هنعمله في الفيديو ده. فخلينا نشوف العمليه دي هتتم ازاي. هنفتح كده ونكمل، نفتح كده. طيب نبتدي كده الفيديو. طيب مبدئيا يا جماعه، عشان ان انا اقدر اخد مكنه من الدومين القديم، تمام، يعني دلوقتي انا عايز اعمل مايجريت ايه؟ انا عندي مثلا مكنه مجونه الدومين القديم، عايز اخدها اخرجها من الدومين القديم بالبروفايلات الويندوز اللي عليها احطها في الدومين الجديد. لازم يحصل خطوتين قبل الحكايه دي. لازم ان انا اجي في النتورك كونكشن بتاعه المكنه دي، اخلي او احط الدي ان اس بتاع الدومين الجديد فيها، السكندري دي ان اس او از الترناتيف دي ان اس. تمام، وكمان لازم ان انا اخلي يوزر معين يتحط في اللوكال ادمنستريتورز جروب اللي على المكنه دي، عشان يقدر ان هو يعمل لها مايجريت او يقدر ان هو يخرجها من الدومين القديم للدومين الجديد. يبقى في خطوتين لازم يتعملوا. اولا لازم اخلي يوزر معين من الدومين الجديد يتحط في اللوكال ادمنستريتورز جروب بتاعه المكنه اللي في الدومين القديم، اللي انا عايز اخرجها من الدومين القديم للدومين الجديد. ولازم المكنه اللي في الدومين القديم احط في النتورك كونكشن بتاعتها في السيتنج، احط السكندري دي ان اس او الالترناتيف دي ان اس، يبقى الدي ان اس بتاع الدومين الجديد. هنشوف العمليه دي دلوقتي. طب انا عايز اعمل العمليه دي اوتوماتيك، انا عندي مثلا 20 30 مكنه 50 مكنه عايز اعمل لهم مايجريت كلهم. تمام، فهعمل ايه؟ هاجي لدي اتش سي بي عندي اللي هو لسه في الدومين القديم، اقول له لو سمحت يا دي اتش سي بي عايزك ان انت توزع السكندري دي ان اس بتاع الدومين الجديد بتاعي في الدي اتش سي بي، وهنشوف بنعملها ازاي. وبعدين ممكن ان احنا مانيوالي كده اروح على المكنه اللي عايز اخرجها من الدومين القديم للدومين الجديد، واروح في الجروبس بتاعتها اللوكال، واضيف اليوزر بتاع اللي انا عايزه في اللوكال ادمنستريتورز جروبس اللي على المكنه. طب ده بالنسبه للاب، انا عندي مكنه واحده. طب لو انت عندك كتير، ممكن تعمل جروب بوليسي تقول له لو سمحت انا عايز يوزر واحد يتضاف في اللوكال ادمنستريتورز جروب على كل المكنه اللي عندي في الدومين، بجروب بولسي واحده ممكن تتعمل. دي سهله، ممكن تلاقوها يعني ما فيهاش مشكله. فقبل ما نعمل مايجريشن للمكن بالبروفايلات اللي عليه، لازم ان احنا نحط على كل مكنه الدي ان اس بتاع الدومين الجديد في النتورك كونكشن سيتنج بتاعتها، ويبقى الترناتيف دي ان اس او السكندري دي ان اس. ولازم ان انا احط يوزر من الدومين الجديد، تمام، يبقى محطوط في اللوكال ادمنستريتورز جروب بتاع كل المكنه اللي عندي في الدومين، عشان اديله صلاحيات ان هو يقدر يخرج المكنه دي، يعمل لها انجوين من الدومين القديم يخرجها للدومين الجديد. يا جماعه، لو انت عايز تخرج مكنه من دومين لدومين او عايز تعمل فيها اي حاجه، لازم تكون ادمنستريتور على المكنه. فعشان تبقى ادمنستريتور على المكنه، لازم تكون فين؟ في اللوكال ادمنستريتورز جروب اللي موجود على المكنه. فده اللي احنا بنعمله. تمام، فنشوف كده الليله هتمشي ازاي. ده دلوقتي ايه؟ الدومين كنترولر القديم في الدومين القديم. هنروح دلوقتي نروح على الدي اتش سي بي. وده الدومين كنترولر الجديد. ودي المكنة اللي اسمها اتش دي اس اس MC02، دي المكنه اللي عايز اخرجها من الدومين القديم او اعمل لها مايجريت من الدومين القديم للدومين الجديد بالبروفايلات الويندوز اللي عليها. تمام،
طيب هندخل دلوقتي على فين؟ ده الدومين كنترولر في الدومين الجديد. طب ليه انا بحط الدي ان اس بتاع الدومين الجديد في المكن اللي في الدومين القديم عندي؟ عشان يقدر ان هو يوصل للدومين الجديد. ما هو الدومين الجديد ده الاي بي بتاع الدي ان اس او دي ان اس سيرفر هو نفسه الاي بي بتاع الدومين كنترولر. فانا كده بقول له بجهز المكن بتاعي في الدومين القديم، بقول له يا جماعه اللي عايز يخش الدومين الجديد ادي الدومين كنترولر الاي بي بتاعه كذا والدي ان اس بتاعه كذا عشان يعرف يكونكت عليه ويجونه، تمام؟ وبحط يوزر في اللوكال ادمنستريتورز جروب ليه؟ عشان اديله صلاحيات ان هو يقدر يخرج المكنه دي من الدومين القديم يدخلها الدومين الجديد. والمكنه اسمها اتش دي اس اس دي ام سي 02، هي دي المكنه اللي عايز ان انا اعمل مايجريت او اطلع البروفايلات بتاعتها من الدومين القديم للدومين الجديد، والمكنه نفسها تطلع من الدومين القديم للدومين الجديد. وهنا فكره البروفايل، البروفايل اللي انا عايز اليوزر البروفايل بتاعه في الدومين القديم مثلا عليه على الديسك توب فيه حاجات، فيه دوكيومنتس بتاعته، فيه حاجات معينه، فانا عايز ان هو لما يخش الدومين الجديد يلاقي كل حاجه كانت في الدومين القديم على الديسك توب وعلى حاجته وعلى كل حاجه يلاقيها موجوده معاه. في الدومين القديم من ناحيه البروفايل او من ناحيه الديسك توب بتاعه، الدوكيومنتس بتاعته، عنده اوتلوك مثلا كان موجود وهو في الدومين القديم، عايزه ان هو لما يدخل الدومين الجديد لا الاوتلوك بتاعه لازال موجود. فكل الكلام ده كله لازم تعمل مايجريت للبروفايل الاول. حاجه اسمها سكيورتي ترانسليشن هنشوفها دي لما نيجي نعملها. وبرده هنا هتظهر معايا حاجه بسيطه كده هوريها لكم، مشكله ظهرت معايا في الاكتف دايركتوري مايجريشن تول، هوريكم برده ظهرت ايه وكان حلها ايه. دلوقتي ده الدومين كنترولر القديم، هنفتح الدومين كنترولر القديم ونروح على الدي اتش بي ونقول له في السكوب في الاوبشنز نقول له لو سمحت احنا عايزينك ان انت توزع على كل المكن اللي عندي الورك ستيشنز اللي عندي في الدومين توزع عليها سكندري دي ان اس اللي هو هيكون ايه الدي ان اس بتاع الدومين الجديد. سكندري لازم يكون سكندري، ودي سهله بالترتيب. وانت في الدي اتش بي بتقول له لو سمحت الدي ان اس الاولاني او البرايمري هيبقى كذا والسكندري هيبقى كذا، لان انت لو خليت النيو الدي ان اس بتاع الدومين الجديد يبقى هو البرايمري بتاع المكن، المكن كله هيخرج من الدومين هتحصل لك مشاكل، لازم يكون سكندري، تمام؟ المهم ادي الدي اتش بي عندي. خدوا بالكم لسه الدي اتش بي في الدومين القديم، انا لسه ما عملتوش مايجريشن، ده هيبقى اخر حاجه هناخدها من الدومين القديم ندخلها الدومين الجديد، اخر حاجه خالص. هي ثابته واقفه ولا اللي هو كده ما كملش؟ ثواني يا جماعه كده اعتقد بس هي واقفه سنه بسيطه اهو. اعتقد ممكن نكمل كمان لان واضح ان هو لازال ثابت في حاجه. انا قاعد بشرح طبعا كل ده وده كلام في ال اهو. هنفتح الاي بي وهناخد على السكوب اوبشنز، تمام؟ وهنقول له في الدي ان اس اهو، في الدي ان اس سيرفرز عايزين ان هو يوزع ده. طبعا ده الدي ان اس بتاع الدومين القديم، هنوزع كمان الدي ان اس بتاع الدومين الجديد. ده كده برايمري، هنقول له اد هينزل تحتيه. طبعا في اب وداون، دي يعني انت ممكن تخلي واحد فيهم يبقى هو البرايمري هو السكندري، تمام؟ حسب الترتيب، يعني لو هو الاول يبقى البرايمري ولو هو اللي تحت او الثاني يبقى ده السكندري. فهنشوف كده اعتقد هو بوز، لا شغال. اعتقد لازم اجري شويه يعني. المهم هنضيف اهو ده الاي بي بتاع او الدي ان اس بتاع الدومين الجديد، وهو في نفس الوقت دي ان اس وفي نفس الوقت دومين كنترولر، تمام؟ وفي نفس الوقت وينز كمان، وفي نفس الوقت فايل سيرفر،
وان شاء الله هيبقى كمان دي اتش اس بي، بس بعد ما نخلص ايه، نخلص الاول كام خطوه كده. كده خلاص احنا كده ايه ضمننا ان كل المكن اللي عندي في الدومين هياخد السكندري دي ان اس بتاعه اللي هو هيبقى الدي ان اس بتاع الدومين الجديد. كده بالطريقه دي ده كده بقى ايه، بقى التاني تمام في الترتيب. طبعا ما اعرفش الخطوه دي ممكن تعدوها لان ما اعتقدش ان ليها اي هدف. انا كده بس بحاول اتاكد ان انا قادر اوصل طبعا للدومين كنترول الجديد تمام كده، اقدر اوصل منه للدومين كنترول القديم، بس هي دي الفكره كلها يعني، مجرد بشوف ان انا اقدر اوصل هنا او هنا. تمام خلاص عملنا موضوع دي اتش اس بي، عايزين بقى نفتح المكنه. تمام سيبك بقى من كل الكلام ده، عايزين نفتح المكنه اللي هي عايزين نعمل لها مايجريت، اللي هي المكنه دي اللي هي اتش دي اس اس ام سي زي اس 02. هنروح نشوف في النتورك كونكشن بتاعتها هل الدي ان اس فعلا بتاع الدومين الجديد اتحط فيها ولا لا، وهنضيف يوزر من الدومين الجديد يتحط في اللوكال ادمنستريتورز جروب بتاعت المكنه دي، عشان اديله صلاحيات ان هو يقدر يخرج المكنه دي من الدومين القديم للجديد. الوحيد يقدر يعمل الكلام ده يا جماعه يا الادمنستريتور بتاع الدومين، وفي حالتنا دي مش هينفع، لازم يكون لوكال ادمنستريتور على المكنه. وده ممكن يتعمل بجروب بولسي يا جماعه بالمناسبه، ممكن ان انت تقول له بجروب بولسي انا عايزك تضيف يوزر معين يبقى لوكال ادمنستريتور على كل المكن. تمام ده سهله جدا، ممكن تعملها بجروب بولسي. طب هيقول لي طب ازاي انا اقدر اختار يوزر من الدومين الجديد وانا في الدومين القديم؟ احنا قلنا ان في تراست، ثقه تمت ما بين الاثنين، فاول ثقه ما تمت ما بين الاثنين يبقى سهل جدا ان انت تختار اي يوزر من هنا او من هنا. فحاجه في منتهى السهوله يعني، موضوع مش صعب، بس عشان تسهل الموضوع على نفسك. وافضل حاجه برضو يا جماعه لما انت بتعمل مايجريشن للكمبيوترات دلوقتي واليوزرز، لازم تجرب الاول. يعني احنا دلوقتي عملنا مايجريت لكل حاجه تقريبا، خلاص ما تبتديش مره واحده. يعني دلوقتي خلاص احنا عملنا مايجريت لليوزرز والكمبيوترز والجروب بوليسز ومش عارف ايه، فاضل دلوقتي الكمبيوترات والبروفايلات بتاعه اليوزرز اللي على المكنه نفسها. تعمل ايه؟ خد لك مكنه واحده بكذا بروفايل عليها وجرب، اعمل لها مايجريت، اعمل مايجريت لمكنه واحده، اعمل هجره لمكنه واحده وجرب عليها، لقيت الدنيا مشيت واشتغلت معاك كويس اعمل مايجريت لبقيه المكن. انما ما تعملش مايجريت لكل مره واحده، لا جرب الاول. اي حاجه فينا عندنا بالذات في موضوع مايجريشن حساس قوي ده، اعمل تجربه. تمام الكي ار انا داخل على المكنه دي دلوقتي ايه، بالدومين ادمن اكونت بتاعي على المكنه دي، فبقى ليا بروفايل على المكنه دي اسمه كريم، ويندوز بروفايل اسمه كريم. عايز اخد البروفايل ده من الدومين القديم للدومين الجديد، عايز لما اخش بكريم في الدومين الجديد الاقي الديسكتوب بتاعي اللي كان موجود في الدومين القديم. تمام طيب دلوقتي هو بيدخل اهو، هنشوف هنخش نشوف ان في الدي اتش اس بي بقى، قصدي سوري، في النتورك كونكشن بتاعه المكنه دي بقى عندك الفيرست دي ان اس اللي هو بتاع الدي ان اس بتاع الدومين القديم، السكندري دي ان اس اللي هو يبقى بتاع الدومين الجديد. طبعا ممكن نجري شويه لان الموضوع برده مش مستاهل اهو. ثواني كده يا جماعه، دقيقه واحده. تمام هنلاحظ حاجه هنا معينه يا جماعه، بصوا نرجع كده تاني، عايز اوريكم نقطه بس لما نوصل لها. في ايرور ظهر كده وانا بفتح الاكتف دايركتوري مايجريشن تول، ظهر معايا ايرور معين هوريه لكم، وهوري لكم هقول لكم علاجه ايه بالظبط، بس ايه خلينا نوصل الاول واحده واحده اهو. نلاحظ في حاجه معينه هنا يا جماعه، طبعا انا لسه داخل على المكنه اللي انا عايز اعمل لها مايجريشن هناك دي سيبنا منها. دلوقتي انا جيت افتح المايجريشن تول عشان ابتدي بقى اجهزها عشان ابتدي اعمل مايجريشن للمكنه دي اللي احنا قلنا عليها. قال لك ايه؟ ان اليوزر اللي اسمه كريم ما يقدرش يدخل على الاكتف دايركتوري مايجريشن تول، مش الاداه نفسها، قاعده البيانات اللي مرتبطه بالاداه دي. احنا قلنا يا جماعه عشان الاكتف دايركتوري مايجريشن تول يشتغل لازم نسطب له سيكوال داتابيس، والسيكوال داتابيس دي مربوطه بالبرنامج ده. طب قلنا ليه البرنامج ده محتاج قاعده بيانات؟ عشان يقدر يخزن فيها اسامي الاكتف دايركتوري اوبجكتس، يخزن فيها اسامي الاكتف دايركتوري اليوزرات واسامي الجروبات والكمبيوترات عشان يبقى موجودين عنده، عشان بعد كده يقدر ان هو ياخدهم ويعمل لهم مايجريت او يهجرهم من مكان لمكان. تمام فهو دلوقتي بيقول لي ايه، كريم رؤوف ده اليوزر ده مش قادر يدخل على قاعده البيانات اللي خاصه بالبرنامج ده. طب ليه الكلام ده حصل؟ هقول لكم ليه. انا سطبت الاكتف دايركتوري مايجريشن تول بان يوزر، باليوزر اللي اسمه ادمنستريتور على الدومين الجديد. وانا قلت لكم يا جماعه ان الادمنستريتور دايما على اي مكنه لازم يتقفل تمام كده، ويتعمل له رينيم او يتغير اسمه ويتحط له باسورد. انا عملت الكلام ده كله، جروب بولسي هنا اهو اللي عندي، انا عندي جروب بولسي موجوده في
عندي جروب بولسي موجوده في عندي جروب بولسي موجوده في الدومين الجديد، بغير اسمه من ادمنستريتور لاي حاجه ثانيه، فكده اليوزر ده اتقفل. تمام كده، وده اليوزر ده هو ده اللي انا استعملته عشان اسطب الاكتف دايركتوري مايجريشن تول وقاعده البيانات. فهو ده اليوزر اللي هو المسموح له ان هو يخش على الاكتف دايركتوري مايجريشن تول ويخش على قاعده البيانات الخاصه بالاكتف دايركتوري مايجريشن تول. لما قفلته وجيت استعمل يوزر تاني قال لك لا استنى، اليوزر ده مش مسموح له يخش لا على قاعده البيانات دي ولا على الاكتف دايركتوري مايجريشن تول دي. طيب حلها ازاي؟ حلها ان انا نزلت حاجه اسمها سيكوال مانجمنت ستوديو، ده برنامج تقدر تخش بيه على اي قاعده بيانات عندك على الجهاز، واستعملته في ان انا اخش على قاعده البيانات اللي مربوطه بالبرنامج ده. حلو كده، وخليت اليوزر بتاعي ده يبقى له اكسس او يبقى له صلاحيات كامله على قاعده البيانات اللي مربوطه بالبرنامج. فاول ما عملت الحكايه دي فتح معايا عادي وتمام التمام. البرنامج في حد ذاته مش مشكله، ممكن اي يوزر يشغله، المشكله كلها في قاعده البيانات دي. تمام كده، فعملت ايه؟ زي ما بقول جبت السيكوال مانجمنت ستوديو، ده برنامج بينزل ببلاش بيخلينا نشوف اي قاعده بيانات سيكوال على الجهاز، ورحت داخل على قاعده البيانات اللي مربوطه بالبرنامج ده اسمها اي دي ام تي، دخلت واديت نفس اديت اليوزر بتاعي اللي هو في الاكتف دايركتوري ده اللي اسمه كي ار او صلاحيات كامله على الداتابيز الخاصه بالاكتف دايركتوري مايجريشن تول. اول ما عملت الحكايه دي الدنيا اشتغلت معايا وتمام التمام، وهنشوف برضو حلها ازاي يا جماعه. طبعا دي من ضمن الحاجات اللي ممكن هتقابلك، هو طبيعي اساسا ان انا لازم اسطبها بالادمنستريتور لانه انا ما كانش لسه عندي في الدومين اي يوزر. بس طبعا الصح بقى يا جماعه انه ايه، لما تيجي تسطب الاكتف دايركتوري مايجريشن تول وقاعده البيانات ما تسطبهاش بالادمنستريتور، ودي غلطه انا غلطتها. لازم ان انت تعمل يوزر في الاكتف دايركتوري تكريته وتخليه دومين ادمن مثلا او له صلاحيات كامله على الدومين، وهو ده اللي انت تسطب بيه الاكتف دايركتوري مايجريشن تول وتسطب بيه السيكوال. انما ما تسطبش عمرك، لا تسطب لا برامج ولا قواعد بيانات بالادمنستريتور، لان ده هيعمل لك مشاكل بعد كده، لان ساعات بعض البرامج بتربط نفسها باليوزر ده، فلما اليوزر ده يتقفل ولا تعمل له رينيم الدنيا تقف عندك خالص. فدايما اعمل حسابك على انه الادمنستريتور ده خارج النقاش، عمرك ما تقدر ان انت تستعمله، لازم ان انت دايما تقفله، وده من مصلحتك. وكده ممكن تعمل يوزر تاني يبقى ليه نفس الصلاحيات دي. فهنعمل ايه يا جماعه؟ انا كنت منزل اوريدي البرنامج ده، يعني انا كان عندي البرنامج ده نزلته قبل كده من لاب سابق اللي هو السيكوال مانجمنت ستوديو، هاخده واسطبه بس خلاص. وطبعا انا هنا برضه عشان اقول لكم انا ايه، انا شكيت ان البرنامج الاكتف دايركتوري مايجريشن تول فيه مشكله، ما قريتش الايرور كويس، فرحت شايل الاكتف دايركتوري مايجريشن تول كبرنامج، شلته قلت سطبه تاني. بس طبعا ما ينفعش، لما جيت اسطبه تاني قال لك استنى قاعده البيانات اللي مربوطه بالبرنامج انا مش عارف اوصل لها، او السيكوال اللي انت مسطبه على السيرفر ده انا مش عارف اوصل له، واحنا قلنا ان البرنامج ده محتاج قاعده بيانات، فهو بيروح يدور عليها فبيقول لي لا انا مش لاقيها او مش عارف اكونكت عليها اصلا. فقصة كلها طلعت في ان انا لازم ادي اليوزر بتاع كريم ده صلاحيات كامله على الداتابيز دي بتاعه الاكتف دايركتوري مايجريشن تول. ومش معنى ان انت شلت البرنامج معنى كده ان انت شلت قاعده البيانات الخاصه بالبرنامج، قاعده البيانات لازالت موجوده، وهتشوفوا دلوقتي الحكايه دي هتظهر معايا ازاي. بقى يا جماعه دايما لما يحصل لك اي ايرور دايما اقرا الاول الايرور اللي على الشاشه، وما تحاولش تجرب، ما تجربش غير لما يكون استنفذت كل الوسائل، شفت الايرور ودورت عليه في الانترنت وبصيت وبتاع. تمام، انا هنا مثلا دلوقتي بحاول اسطب البرنامج بتاع الاكتف دايركتوري مايجريشن تول، طبعا لما جيت اسطبه ما كنتش يعني عشان تسطبه تاني لازم تشيله الاول وبعدين تسطبه، انما ما ينفعش ان هو ينزل على نفسه. يعني انا دلوقتي لما جيت اسطبه جه قال لي لا استنى انا شايفه ان هو لازال موجود عندك، فروحت داخل في الاد ريموف بروجرامز وشلته وجيت اسطبه تاني. لما جيت اسطبه تاني بقى قال لي استنى انا شغال بس ايه قاعده البيانات اللي انت رابطها بالبرنامج دي مش عارف اوصل لها. المشكله كلها في ايه يا جماعه؟ ان اليوزر ملوش صلاحيات ان هو يكونكت على قاعده البيانات الخاصه بالبرنامج، وهي دي المشكله. المشكله في الاساس الايرور كله واضح جدا ان هو بيقول لك ان انت الدي بي او الداتا بيز انا مش عارف اوصل لها. هنقول له نيكست، هيجي يقول لك ايه؟ هتقول له اجري، يقول لك استنى انا لسه الاكتف دايركتوري مايجريشن تول دي لازالت عندي. هيقول لك ان اولدر فيرجن، يقول لك هو مش اولدر فيرجن ولا حاجه، هي نفس النسخه بس هي لازالت موجوده عندي، فلازم اروح اشيلها الاول وبعدين اسطبه. ده انا افتكرت المشكله ليها علاقه بايه؟ بالبرنامج، ملهاش علاقه بالقاعده البيانات اللي مربوطه بالبرنامج. هخش كنترول بانل وبعدين اد ريموف بروجرامز مثلا، اهي اللي هي بروجرامز اند فيتشرز دي،
وانا بشيله حتى برضو اداني ايرور يعني، وانا بشيله اداني ايرور بس شاله يعني في الاخر خلاص، قال لي انا ايه انا شلته بس وانا بشيله برضو عمل لي مشاكل. فيا جماعه تاني، دايما وانت بتشتغل على اي حاجه في الاكتف دايركتوري لا تسطب ولا تعمل اي حاجه بالادمنستريتور ده خالص. اعتبر الادمنستريتور ده بس مجرد يدخلك او تسطب بيه السيرفر مثلا، يعني مجرد تسطب بيه السيرفر بس تمام، وتعمل بيه دومين مثلا وبعد كده تقفله تماما تمام. هو ايرور، قال لك ايرور مثلا، بس طبعا لما قلت له فينش شيله. وبالمناسبه يا جماعه كبوينت، مفروض ان لو انت بتراجع عليك من ناس مراجعين، لو لقى النقطه عندك ان الادمنستريتور ده شغال وانت ما غيرتش اسمه وقفلته، هياخد عليك نقطه تمام. هنا انا دلوقتي بسطب البرنامج تاني كده، قبل قال لك اه طب خلاص هبتدي اشتغل اهو تمام، انا مش عايز اخش على البتاع، اديني بقى اسم السيكوال سيرفر او قاعده البيانات الخاصه اللي انت حاطط فيها البرنامج اللي انت عايز البرنامج يتربط بيها. ما انت عايز تخلي البرنامج يربط نفسه او يعمل قاعده بيانات على جهاز، فبتدي له اسم السيكوال سيرفر عشان يخش عليه ويعمل قاعده البيانات الخاصه بيه. هيجي يحاول يكونكت على السيكوال سيرفر او على قاعده البيانات، انت عامل لك لا انا مش عارف، يقول لك انشور انا مش عارف اكونكت على قاعده البيانات، مش عارف اكونكت على السيكوال، او مش عارف اكلم السيكوال. ما هو لازم يكلم السيكوال عشان يشوف قاعده البيانات اللي عليه الخاصه عليه، او ان هو يعمل عليه قاعده بيانات. فده يبقى ايه؟ السيكوال مانجمنت ستوديو تمام. هسطب السيكوال مانجمنت ستوديو واخش بعد كده اشوف فين قاعده البيانات الخاصه بالبرنامج دي، وادي لنفسي صلاحيات عليها. يا جماعه لو بتشيل البرنامج بتاع الاكتف دايركتوري ميجريشن تول، مش معنى كده ان انت شلت قاعده البيانات المربوطه بيه تمام. اهو دلوقتي اسمه سيكوال مانجمنت ستوديو، بينزل ببلاش تمام، عشان انا مسطب سيكوال 2016 فما انزلش مع السيكوال 2016 دي السيكوال مانجمنت ستوديو تمام. قال لك اعمل ريستارت بعد ما نزلت السيكوال مانجمنت ستوديو، قال لي اعمل ريستارت للسيرفر، فعملت ريستارت وبعدين هخش افتح السيكوال مانجمنت ستوديو واخش على قاعده البيانات المربوطه بالاكتف دايركتوري مايجريشن تول. لو تلاحظوا ان انا دلوقتي الاكتف دايركتوري مايجريشن تول انا لسه ما سطبتهاش، انا وقفت تمام. طيب ازاي بقى قاعده البيانات موجوده؟ موجوده من النسخه اللي قبله، وانا سطبته لتاني مره، لما سطبته قبل كده قاعده البيانات فضلت موجوده. فهنشوف دلوقتي ازاي نحل القصه دي، ودي من ضمن الحلول يعني، وكويس انها واجهتني عشان اقول لكم الحكايه دي. نخش على السيكوال مانجمنت ستوديو، بعدين هوريكم كمان انه اليوزر الادمنستريتور كان له اكسس على قاعده البيانات دي. طبعا فلازم تتاكد طبعا يا جماعه في الحياه العاديه، مش في الفيرتشوال يعني او في البيئه الوهميه دي، الخدمات دي بتقوم عادي وطبيعي، بس انا عندي لسبب ما في الهايبر في وفي اي حتى في الفي ام عندي مشاكل دايما السيكوال سيرفر سيرفيسز دي بتتاخر قوي انها تقوم. المهم هتقوم كل الخدمات دي، انا ملاحظين هنا مثلا ان ايه في بعض الخدمات مش قايمه، السيكوال سيرفر مثلا مش قايم تمام، فلازم الحاجات دي كلها تقوم. ولذيذ ان انت يكون عندك كل حاجه في كونسول واحد عشان تشوف كل حاجه قدامك. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص اتاكدنا ان الخدمات بتاعت السيكوال كلها قايمه، يبقى معنى كده ان قاعده البيانات قايمه. اهو هدخل دلوقتي على فين؟ على السيكوال او قاعده البيانات. نيجي نقول هنا ايه بقى يا جماعه؟ لو تفتكروا ان بسطب قاعده البيانات، قلت له ان انا عايز ادخل على قاعده البيانات دي يا عن طريق الويندوز يوزر، يا اما عن طريق يوزر تبع السيكوال. يعني السيكوال قاعده البيانات ليها يوزر اسمه اس اي بباسورد، ده تقدر تخش عليه على قاعده البيانات عن طريقه تمام، مش عن طريق الويندوز يوزر. يعني انت عندك على الويندوز يوزر ممكن تخليه تسمح له ان هو يخش على قاعده البيانات. طب افرض مش عايز تسمح للويندوز يوزر او الاكتف دايركتوري يوزر يخش قاعده البيانات، في يوزر تاني لوكال على السيكوال اسمه اس اي، وانا بسطبه حتى لو تعزه قلت له اسمه سيكوال سيرفر اوثنتيكيشن، اسمه اس اي ولو باسورد تمام كده، هستعمله عشان اخش على قاعده البيانات دي. لان لو انت بتسطب قاعده البيانات برده بيقول لك طب قاعده البيانات دي مين مسموح له يخش عليها، بتحدد له يوزرات في الويندوز او ان انت تعمل يوزر اسمه اس اي وهو ده اللي يخش عليه.
طب ممكن استعمل الاثنين، ممكن تستعمل ده وده، ممكن تستعمل الويندوز اليوزرز اللي على الويندوز او اليوزر اسمه اس اي ده. طب اليوزرز دول اسمهم بتاع الويندوز اسمهم ويندوز اوثنتيكيشن، طب الاس اي ده اسمه سيكوال اوثنتيكيشن. تمام. المهم يعني بجميع الاحوال هنشوف دلوقتي انا عملت يوزر اسمه اس اي وانا بسطبه، انا فاكر كويس قوي انتوا لو تراجعوا السيكوال وانا بسطبه اديته الاس اي ده. تمام. طب ليه ما دخلتش بالويندوز؟ لان انا اساسا اليوزر بتاعي مشكلتي ان اليوزر بتاعي ملوش اكسس على السيكوال اللي هو كريم ده، ملوش اكسس. اللي له اكسس على السيكوال مين؟ الادمنستريتور، وده اتقفل. طب هخش ازاي باليوزر بتاعي وهو ملوش صلاحيات على السيكوال؟ فهخش باليوزر اسمه اس اي. عشان كده وانت دايما بتسطب سيكوال استعمل الويندوز اوثنتيكيشن، يعني يوزرات ويندوز تخش عليه، او سيكوال اوثنتيكيشن او يوزر السيكوال يدخل عليه. لاحظ هنا ايه يا جماعه؟ لاحظ هنا ايه؟ ان بقى الداتا بيز اسمها اي دي ام تي، دي هي دي اللي مربوطه ببرنامج الاكتف دايركتوري مايجريشن تول. تمام. واليوزرات دي ليها اكسس على قاعده البيانات دي، منهم الادمنستريتور. هنلاحظ ان هو مثلا اهو انجرو ده ادمنستريتور، ده له اليوزر ده له اكسس على الداتا بيز دي. فانا هعمل ايه؟ هزود في دول اليوزر بتاع اللي اسمه كي ار اي او واديله صلاحيات انه اكسس دي. وطبعا طب ايه الصلاحيات دي؟ هراجع هروح الادمنستريتور هنا واشوف ايه الصلاحيات اللي كان واخدها على الداتابيز دي، واعمل اليوزر بتاعي بنفس صلاحياته هو عشان ده مقفول. فهنعمل رايت كليك على اللوجنز ونقول له لو سمحت حط لي اعمل لي يوزر اسمه كريم. بس قبل ما نعمل الحكايه هنقول نيو لوجن، يعني اعمل لي لوجن. تمام كده. وخلي كريم اللي في الاكتف دايركتوري يبقى له يبقى يدخل هنا على الداتابيز دي. هنقول له سيرش احط اليوزر بتاعي كي ار اي او واقول له اوكي تشيك نيم اوكي. تمام كده. طيب انا عايز اعرف بقى ايه الراجل ده يبقى له ايه. تمام. نراجع بقى، هروح على الادمنستريتور ده. تمام. ونشوف الراجل ده كان له ايه بقى، ايه الصلاحيات اللي ليه على قاعده البيانات اللي هي بتاعه الاكتف دايركتوري مايجريشن تول. هنلاحظ ان هو هنا ايه له حاجه اسمها بابليك وحاجه اسمها سيس ادمن. تمام. الاثنين دول لازم ان هو دول الصلاحيات ليه على قاعده البيانات دي، فلازم اخلي كريم يبقى برده بابليك وسيس ادمن. تمام كده، ادي حاجه. تمام. وهنشوف بقى شويه حاجات تانية هنراجعها برده. هنا مثلا هنلاحظ حاجه تانية، هنا مثلا هنلاحظ ان هو هنا بيقول ايه، ان انا ان اليوزر ده له اكسس على قاعده البيانات دي. شايفين العلامه دي؟ ده معلم عليه يعني له اكسس على قاعده البيانات دي بس. وفي شويه حاجات تحت، في حاجه اسمها داتابيز رول ممبرشيب، دي برده نبص عليها. تمام. ونكررها في كريم، هنشوف دلوقتي الحكايه دي دلوقتي. تمام كده. ونراجع بقى اذا كان في اي حاجه تانية، غالبا هم دول بس. فهنعمل ايه بقى؟ هنروح على كريم دلوقتي. تمام. تمام. هنروح على كريم اهو ونعمل نفس القصه. تمام. هنروح على السيرفر رول. تمام اهو، ونقول له انا عايزه يبقى سيس ادمن. تمام كده، زي التاني خلاص كده، ويبقى له اكسس على قاعده البيانات دي. تمام كده، وكل حاجه زي ما هي. بس كنت هزود بقى حاجه بزياده كمان، انا عايزه اكسس على كل قاعده البيانات لو في اي قاعده بيانات حتى جايه. يعني افرض انا عملت اي قاعده بيانات ثانيه، لا انا عايز كريم يبقى له اكسس على كل قواعد البيانات الموجوده، مش بتاعت الاكتف دايركتور ميجريشن تول بس. اهي هزود، اقول له ماستر اي حاجه بقى بزياده هتزودها عايز زي براحتك بقى. طبعا ما لهمش لازمه قواعد البيانات دي، بس ممكن يعني. بعد ما تخلص الحكايه دي تيجي بقى تسطب الاكتف دايركتور ميجريشن تول، هتسطب تيجي تدخل عليه هيدخل، مش هيطلع لك الايرور اللي كان بيطلع قبل كده. طبعا هي لفه كبيره قوي، لو انا كنت يعني نصحت نفسي وانصحكم كذا مره ان انا ما استعملش الادمنستريتور خالص، لو كنت انا التزمت بالقاعده دي ما كانش حصلت المشكله دي. بس كويس عشان نبقى عارفين نعالج الحكايه دي ازاي. دلوقتي هفتح تاني الاكتف دايركتوري، سوري هفتح السيكوال مانجمنت ستوديو واجرب اخش باليوزر بتاع كريم اهو. دلوقتي احنا خلاص كريم المفروض ان هو يدخل دلوقتي، هفتح واقول له ادخل باليوزر بتاع كريم، هيدخل معايا. طبعا هو جهاز مني هنك في اللحظه دي، لان انا عندي يعني يوزرات كتير قوي، او عندي مكن كتير قوي سوري، والمكن ده واخد رامات كتير وبروسيسور كتير، ساعات المكن الفيرتشوال ماشينز دي بتهنج مني، فيعني معلش اعذروني.
المهم هوريكم دلوقتي لما اسطب الاكتف دايركتوري مايجريشن تول ايه اللي هيجرى. اهو هنفتحها ونسطبها عادي جدا خالص، هيقبل وهيكمل معاك ومش هيطلع الايرور اللي كان بيطلع قبل كده. تمام، هنقول له نيكست واجري ونيكست نيكست. هحط له اسم السيكوال سيرفر اللي هو السيرفر اللي نازل عليه قاعده البيانات، اللي هو نازل عليه الدومين كنترولر، اللي هو نازل عليه الدي ان اس، ونازل عليه الوينز، اللي هو اتش دي اس اس وين او اس اس 02. نيكست كونكتنج. تمام وزي الفل، اتسطب واشتغل معاك. تمام، بعد كده هنستعمل بقى الاكتف دايركتوري مايجريشن تول ان احنا نمايجريت او نهجر البروفايلات بتاعه المكنه اللي انا عايزها، البروفايلات اللي على المكنه دي اوديها من الدومين القديم للدومين الجديد، وبعدين المكنه نفسها هخرجها من الدومين القديم للدومين الجديد. طب ليه ما اخدش المكنه كلها على بعضيها واعمل لها اخرجها من الدومين القديم للجديد، وهو طبعا بالتبعيه هياخد البروفايلات معاه؟ لا، الكلام ما بيتمش كده في الاكتف دايركتوري مايجريشن تول. الاكتف دايركتوري مايجريشن تول لازم انت تاخد البروفايلات اللي على المكنه الاول، تخرجها من الدومين القديم للدومين الجديد، وبعدين المكنه نفسها تطلع من الدومين القديم للدومين الجديد. هي كده، وده الترتيب الصح. تمام، هنفتح اكتف دايركتوري مايجريشن تول. ومساله البروفايلات دي يا جماعه اسمها ليها اسم تاني في الاكتف دايركتوري مايجريشن تول، اسمها سكيورتي ترانسليشن. وهنعرف السكيورتي ترانسليشن ده بياخد ايه. هو مش بياخد البروفايل بس، ده بياخد حاجات كتير قوي، هنشوفها دلوقتي. وادي المكنه هنفتحها، اللي احنا كنا عايزين، احنا نسينا حاجه. احنا دلوقتي لسه ما حطيناش اليوزر من الدومين الجديد في اللوكال ادمنستريتور جروب بتاع الورك ستيشن دي، او المكنه دي اللي مجوانه الدومين القديم، لان هو ده اللي هيبقى مسؤول ان هو يخرجها من الدومين القديم ويدخلها الدومين الجديد. فدي احنا لسه ما عملناهاش، وهنتاكد برده موضوع الدي اتش بي. احنا ما اتاكدناش برده ان الدي ان اس بتاع الدومين الجديد اتحط في المكنه دي، فلازم نتاكد من حاجتين، من الاثنين دول قبل ما نبتدي موضوع المايجريشن. وطبعا زي ما بقول يا جماعه، دايما جرب على مكنه واحده، بلاش تجرب على اكتر من مكنه، عشان الموضوع لو فيها مشكله يبقى ما يبقاش على سكيل كبير، يبقى لا، هي على مكنه واحده تقدر تلمها وتراجع. مشيت معاك في مكنه واحده، جو بقى هد في المكن كله. ويستحسن برضو تمشي خمس ست مكان، يعني ما تاخدش برضو كميات كبيره، خد خمسه ثلاثه اربعه، مشي نفسك واحده واحده، عشان برضو ايه، يبقى الموضوع سهل، لو حصل مشكله تعرف ترجع فيها. دايما اهم حاجه السكيورتي، الباك اب، تمام، الدوكيومنتيشن. السكيورتي الامان، الباك اب التامين، تمام، الدوكيومنتيشن الاوراق. دايما كل حاجه تعملها تبقى مكتوبه ومتسجله ومعروفه عشان تعرف ترجع فيها. المهم هنخش على اليوزر هو كي رؤوف، ده مثلا ويندوز بروفايل اسمه كريم على المكنه دي، عايز اخده بالديسك توب ايكونز بتاعته بكل حاجه عليه بالسيتنج بتاعته، ويطلع من الدومين القديم للدومين الجديد. هو يخش كريم في الدومين الجديد بنفس البروفايل ده، يلاقي كل حاجه زي ما هي. هنشوف الحكايه دي دلوقتي. هنشوف الاول موضوع الدي اتش بي، هنشوف هل هو ادى فعلا الدي ان اس بتاع الدومين الجديد للمكنه دي. زي ما بنقول يا جماعه، طبعا انا ليه بدي الدي ان اس للمكنه دي؟ عشان اعرف اخلي المكنه دي تشوف الدومين الجديد. تمام، لان ده الاي بي بتاع الدي ان اس ده مش مجرد دي ان اس، ده كمان الاي بي بتاع الدومين كنترولر. تمام، طيب هنفتح بقى، نعمل رايت كليك ونقول له مانج على ماي كمبيوتر، او اسم الكمبيوتر من بره، رايت كليك ونقول له مانج. تمام، هيدخلنا على ايه بقى؟ هيدخلنا على الجروبس واليوزرز اللي على المكنه دي. وطبعا هنتاكد دلوقتي ان موضوع الدي ان اس موجود بتاع الدومين الجديد، ويبقى سكندري. تمام، سكندري او الترناتيف دي ان اس. والخطوه دي ممكن انها تتعمل، قلنا بجروب بوليسي ممكن انت تعملها. تمام، هروح على اللوكال يوزرز، بس انا عشان ما عنديش غير مكنه واحده فمش محتاج اعمل جروب بوليسي يعني، بس هبقى اوريها لكم ان شاء الله في المره الجايه لو عملتها تاني. اهو هنخش ادمنستريتورز، اهو عايزين نضيف بقى يوزر من الدومين الجديد يتحط هنا. ونلاحظ هنا ان دومين ادمنز فين؟ في الادمنستريتور جروب اللي في اللوكال اللي على المكنه، واللي بالمناسبه يا جماعه الدومين ادمن لوكال ادمنستريتور على كل المكن اللي في الدومين. ازاي؟ عن طريق ان هو يتحط في اللوكال ادمنستريتورز جروب على كل المكن اللي في الدومين، وده اوتوماتيك بيتم لما بتسطب اكتف دايركتوري والمكنه بتجون الدومين، ده اوتوماتيك بيحصل.
تلاقيه بياخد الدومين ادمنز جروب دي بيحطها في اللوكال ادمنستريتورز جروب على كل المكن، عشان كده تلاقي نفسك ان انت بتخش على كل المكن بسهوله، لان انت وبتعمل كل حاجه. ليه؟ لان انت عضو في الممبر اللي اسمه او عضو في جروب اسمها دومين ادمنز، اللي هي عضو فين؟ في اللوكال ادمنستريتورز جروب على كل المكن. هاجي دلوقتي اعمل ايه؟ هختار بقى بعد ما عملت تراست ممكن اشوف يوزرات في الدومينين، هروح هنا اقول له خلي كريم اللي في الدومين الجديد يبقى ادمنستريتور على المكنه دي، عشان الاكتف دايركتوري مايجريشن تول هتستعمل اليوزر ده في ان هو يعمل مايجريت، تعمل بيه مايجريت، تمام كده. وبالمناسبه هو نفس اليوزر ده هو اللي انا مسطب بيه المفروض الاكتف دايركتوري مايجريشن تول، وهو نفسه اليوزر اللي عمل التراست ما بين التو دومينز، وهو نفسه اللي هيعمل مايجريشن، يعني هو يوزر واحد بيعمل كل حاجه. ويستحسن تعمل يوزر اسمه مايجريشن وتحطه هنا وهنا، هنقول له سكيورتي ترانسليشن ويزرد سواء في الدومين الجديد او دومين قديم. سكيورتي ترانسليشن هقول لك نيكست، طيب انت عايز تعمل مايجريت، تمام. فين السورس دومين؟ الدومين القديم، هو اسمه انكم ام اف دوت لوكال، هنكتب، ممكن نكتبه الاول، نكتبه بايدينا. تمام. والدومين كنترولر في الدومين ده ايه؟ اول ما بتجيب الاسم هو بيروح ايه؟ بيروح مختار اهو، ادي الدومين كنترولر في الدومين القديم. التارجت هيروح لمين؟ للدومين الجديد. وفين الدومين كنترولر؟ هنشوف دلوقتي انكم جريد نيو دوت لوكال، وبعدين الدومين كنترولر اهو في الدومين الجديد. نيكست، سيلكت ايه الكمبيوتر اللي انت عايز تاخده اللي عليه البروفايلات دي، هتقول له اد، هتكتب له اسم الكمبيوتر، تقول له انا عايز كذا، بس طبعا فين؟ نلاحظ انه مختار الدومين الجديد، لا كمبيوتر في الدومين القديم، تمام كده. وهنختار اسم المكنه، تمام. ده اسم المكنه، تمام كده. تمام كده اهو، انا بس بتاكد ان اسم المكنه هي هي. اوكي نيكست، هيقول لك اه. طب تعالى بقى هنا، انت عايز البروفايلات اللي على المكنه دي عايز تنقل منها ايه؟ يعني على سبيل المثال ممكن البروفايل بتاع كريم على المكنه دي في برنترات فياخدها تظهر معاها في الدومين الجديد، في مثلا فولدرات على ديسكتوب ياخدها برده ويجيبها مع الدومين الجديد، في شيرز، الشيرز هنا دي ما نختارهاش لان هياخد الشيرز في الدومين القديم ياخدها في الدومين الجديد، الشيرز اساميها بتختلف ومواقعها بتختلف فما ناخدش دي معانا. ريجستري كيز، انت مثلا عندك بعض البرامج مثلا ليها شويه تعديلات فبياخد الريجستري بتاع البروفايل ده بياخده معاه، اليوزر بروفايل نفسه كله على بعضه بياخده، اليوزر رايتس كلها على بعضيها، فده يا جماعه برضو تختار منه على حسب انت عايز ايه بالظبط اللي يطلع من البروفايل، او ايه اللي يطلع تاخده من البروفايل القديم تحطه في البروفايل الجديد في الدومين الجديد، اختار على حسب. انا شايف مثلا انا ممكن اختار فايلز اند فولدرز، لوكال جروبس، برنترات، ريجستري، هسيب الشيرز دي عشان لو عملتها هياخد الشيرز بتاعت الدومين القديم يظهرها لي في الدومين الجديد، ده انا مش عايزه، انا الدومين الجديد خلاص الشيرز خلاص عملتها وظبطتها، فمش عايزه يظهر لي الشيرز القديمه، لا عايز يظهر لي الشيرز الجديده، فمش هقول له خد دي، يبقى هناخد كل دول ما عدا الشيرز، وممكن تجربهم واحده واحده تشوف ايه اللي هيمشي معاك صح، بس غالبا المشكله في الشيرز، وهنشوف ليه لما انا مثلا قلت له خد الشيرز معايا وجيت ادخل باليوزر بتاع كريم في الدومين الجديد على المكنه دي ظهر لي الشيرز القديمه، رغم ان انا قايل له ظهر لي الشيرز الجديده في الجروب بوليسي، فلازال متمسك بالشيرز القديمه، فده غلط، تمام كده. هنشوفها على العموم، تمام كده، بس خلينا نتاكد من الموضوع ده، يعني دايما جرب كده واحده واحده عشان تفهم هو ايه البروفايل هينقل، هيتنقل منه ايه بالظبط، تمام كده. يعني نكمل كده اهو، هنختار كل ده ما عدا الشير، انا رايي ان هو الوحيد اللي انت عندك مثلا برامج عامله حاجه في الريجستري فعايز تاخدها، عندك برامج حاطه حاجه على الريجستري في بروفايل معين، فلو انت ما قلتلوش خد ريجستري هيعتبر نفسه كانه يوزر لسه جديد لاول مره وهيعمل ريجستري جديد، تمام كده. وهتيجي تقول له هنا ريبليس، لا هتقول له اد، تمام، اد ايكوفلنت سكيورتي ريفرنس فور تارجت جروب اوبجكتيفز اند ليف سورس. طب بصوا بقى يا جماعه، دي انا مش متاكد بصراحه انها اد، بس انا فاكر انه في ريفرنس فيديو بتاع فيكاس بتاع اللي انا هقول لكم فيكاس ده مين،
كان قايل ادز في الحته دي، بس اعتقد هي ريبليس، بس مبدئيا نجرب ونشوف ان غالبا هي اد صح، لان اد مشيت معايا واشتغلت، بس ممكن تكون ريبليس الله اعلم. بس هبقى اديكم الفيديو اللي اسمه فيكاس بتاع ده، راجعوا فيه الحته دي، بس هي غالبا اد، لان انا براجع انا بنفسي، ببص وبراجع، انا ما بختارش عشوائي كده، بروح اراجع برضو وابص. المهم هنقول له اد، هنكمل بس كده الموضوع. افتكرتها ريبليس في الاول، بس طلع بعد كده اد. نرجع تاني اهي، عليها كده بوز، لا بلاينج اد. فينش هيطلع لك كده زي صفحه، تمام. هيقول لك طيب انا عايز اعمل تيست الاول، حاجه اسمها رامبري تشيك. رامبري تشيك يعني عايز اتاكد ان انا عارف اوصل للمكنه دي من الدومين الجديد، اعرف اوصل للمكنه في الدومين القديم، فتقول له رامبري تشيك. ماشي، اتاكد، اشتغل واداك تمام، اشتغل الخطوه اللي بعدها رامبري تشيك، وابتدي بقى عمليه النقل. انا دلوقتي بقول له رامبري تشيك، اتاكد ان انت قادر توصل للمكنه دي في الدومين القديم، تمام. قال لك تمام، دوس على اللي بعده. دي مهمه عشان يتاكد ان الدنيا شغاله سليمه. خلاص كده خلصت، اقول له بقى ايه رام بري تشيك وابتدي العمليه. اهو رام بري تشيك وابتدي العمليه، ابتدي العمليه بقى دلوقتي خلاص. طب نعرف منين بقى العمليه وماشيه ازاي ورايحه فين؟ هتقول له تراقب العمليه من موضوع الايجنت ديتيل دي، تراقب عمليه المايجريشن بتاعت البروفايل، او انه ياخد البروفايل من الدومين القديم للدومين الجديد عن طريق الايجنت ديتيل. بعد ما تخلص العمليه خالص هتراجعها من المايجريشن لوج، تمام. وهنشوف بقى دلوقتي بعد ما نخلص خالص المفروض هنا هيقول لي ايه بعد تشيك، يقول لي كومبليتد، هنا هيقول لي في الاخر خالص كومبليتد. هنشوف دلوقتي الحكايه دي ازاي. كده خلاص المفروض ان هو ايه، هنراجع المايجريشن، تمام. اهو بيقول لك ايه مثلا انستولد، هنا كان بيقول لك ايه اللي حصل في موضوع المايجريشن، نقل ايه وعمل ايه، تمام. الايجنت ديتيل هو لسه هنا ما خلصش، بالمناسبه لسه ما خلصش. هنا بيقول لك ايه اللي بنقله، بينقل ملفات، بينقل ريجستري. في الاخر خلاص يقول لك كومبليتد، يعني ممكن تراجع من الاثنين دول. هي جميله جدا الموضوع بسلاسه. هيقول لك انا عملت مثلا نقلت فولدرات مثلا، حاجات من هنا لهنا، دنيا من هنا لهنا. فانت يا جماعه في السكيورتي ترانسليشن دي اتاكد ايه اللي انت عايزه بالظبط يتنقل من بروفايل بتاع اليوزر يتنقل معاه او يروح معاه، لان احنا عارفين طبعا انه لما بتخش في دومين جديد بيتكريت بروفايل جديد خالص، ويندوز بروفايل جديد خالص. فلا انا عايز نفس البروفايل القديم ده شويه حاجات فيه عايز انها تروح في الدومين الجديد، الديسك توب، حاجات كده. هنيجي ايه، لسه الراجل مخلصها اهو. طبعا انا بعمل ايه، بروح دلوقتي على اشوف، ما هو المكنه دي المفروض تعمل لها مايجريشن او تطلع، بس طبعا لسه انا ما عملتش مايجريت للمكنه، تمام. انا بعمل مايجريت للبروفايلات. هنلاحظ حاجه مهمه جدا هنا يا جماعه، هنلاحظ انه المكنه اسمها موجود هنا، تمام. ده غلط، ده هيعمل مشكله. طب ايه اللي خلاها تتوجد هنا؟ انتوا لو تفتكروا قلت لكم ان انا عملت سكريبت عشان اكريت الكمبيوترات بتاعت الاكتف دايركتوري، عملتها بسكريبت،
وليه ما عملتهاش بمايجريشن تول؟ ليه ما عملتش مايجريت الكمبيوترات بالاكتف دايركتوري مايجريشن تول من الدومين القديم للدومين الجديد؟ قلت لكم ان الاكتف دايركتوري مايجريشن تول ما بتعملش مايجريشن لمكن من دومين قديم لجديد الا اذا كان المكن ده اوريدي داخل في الدومين القديم، عمل جوين للدومين القديم. تمام؟ وانا اغلب المكن اللي عندي في اللاب اسامي بس، ما دخلش منهم الدومين غير مكنه واحده اللي هي اللي احنا بنعمل لها مايجريشن دلوقتي، فروحت عامل سكريبت عشان اكريتهم تاني هنا. تمام؟ مفروض ان انا كنت ما كريتش المكنه دي هنا، اسيبها فاضيه او اشيلها خالص عشان لما يعمل مايجريشن ياخدها من الدومين القديم للدومين الجديد يروح حاططها هنا اهو. هنا دلوقتي هو لما يجي ياخدها من الدومين القديم للدومين الجديد يقول اه لا استنى ما هي موجوده، فلازم ما تكونش موجوده. وهشوف هتشوفوها دلوقتي وانا بعمل حكايه الكمبيوتر، بعد ما انا بعمل مايجريت للبروفايلات اجي اعمل مايجريت للكمبيوتر اقول لي الكمبيوتر اقول لي لا استنى ده موجود. هو في اللاب كله يا جماعه في الدومين القديم انا ما عنديش غير مكنه واحده بس اللي مجونه الدومين، فدي اكتف دايركتوري مايجريشن تول هيعرف ان هو يعمل لها مايجريت. طب المكن التاني اللي انا حاطه وموجود متكريت وموجود بس ما دخلش دومين لسه، فده مش هيعرف الاكتف دايركتوري مايجريشن تول ان هو ياخده او يخرجه من الدومين القديم للدومين الجديد. فخلينا بس كده نجري شويه لان الموضوع واضح انه ايه، هنقعد برده الرغي الانجليزي كتير اللي انا بكلمه. المهم لا زال موضوع البروفايل شغال. نيجي هناك هيقول لك خلاص completed with errors، هيقول لك اه طب استنى ايه بقى الايرورز، هيقول لك في شويه ملفات ما عرفتش انقلها، كلها حاجات ليها بقى علاقه بال اعتقد نت فريم او حاجه يعني. المهم تشوف الايرورز دي، خلاص completed with errors agent completed with errors، خلاص كده خلص. تمام؟ نروح بقى نعمل ايه، migrate للكمبيوتر. خلاص البروفايلات اللي على الكمبيوتر عملناها، الكمبيوتر نفسه بقى next. تمام؟ نفس التفاصيل اللي هي الدومين القديم والدومين الجديد، نيكست. تمام؟ هنضيف الكمبيوتر، وده الوحيد اللي كان موجود في الدومين القديم، ده الوحيد اللي المكنه دي الوحيده اللي مجونه الدومين في الـ 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 في الدومين القديم. تمام؟ نيكست. طيب عايز توديها فين بقى؟ في انهي فولدر؟ في الفولدر معين في الدومين الجديد. طبعا لما اجي اقول له حطها هناك هيقول لك استنى طب ما هي موجوده اصلا. ماشي؟ هنسيب كل حاجه طبعا ما عدا الشيرز، انا كنت افضل طبعا نفس التفاصيل. نيكست نيكست. وبعدين هنا بيقول لك ايه، طيب بعد ما جونها من الدومين القديم للدومين الجديد عايز نعمل ريستارت للمكنه بعد ايه؟ طبعا بعد ما تخرج مكنه من دومين تدخلها دومين تاني، او حتى لو عايز تخرجها من ورك جروب تحطها في دومين، لازم يعمل المكنه تعمل ريستارت. بيقول لك اخليها تعمل ريستارت بعد قد ايه؟ بعد 5 ثواني، مش فاكر دي 5 ثواني ولا 5 دقايق، المهم يعني اعتقد دي 5 ثواني غالبا يعني. فانا بقول له لا صفر، يعني اول ما تخلص اعمل ريستارت على طول، لان طبعا عشان تكمل العمليه لازم يعمل ريستارت للمكنه بعد ما يجون الدومين. نقول له فينش. بس نبتدي بقى دلوقتي ايه، هو هيبتدي دلوقتي خلاص ياخد المكنه. لاحظ هنا ايه بقى، المكنه قال لك اكزامند بس كوبيت صفر، ايرورز مفيش، كده هو ما خدش المكنه. لازم يقول لي كمبيوتر examined 1 copied 1 errors 0. دلوقتي المكنه دي ما راحتش من الدومين القديم للدومين الجديد، حتى نلاحظ انها كانت سريعه جدا. طب نعرف ايه بقى من الموضوع ده، نعرف منين الايرور ده؟ هنقول له فيو لوج ونشوف. طيب انت فين مشكلتك؟ اي حاجه يا جماعه تحصل، بس هنا المشكله ان هو مش مدي ايرور، فدي تبقى صعبه على واحد انه يعرفها، بس بالممارسه هتعرف. هنيجي تحت نلاحظ ايه، بيقول لك ايه بقى يا جماعه، بص لو نزلنا تحت شويه هتيجي، بس لما تيجي شويه هنفتح اللوج تاني هوريكم برضو حتة اللوج دي. ماشي؟ معلش عشان برضو السيئة فاتتني، عايز اوريها لكم بالتحديد مكانها فين. بصوا هنعمل في الفيو لوج هنا، بس نفتحها تاني هوريها لكم اهو في الفيو لوج. تمام؟ هننزل تحت هنلاحظ هنا ايه، هيقول لك المكنة دي already exist، يعني انت بتقول لي حط المكنة دي او المكنة دي حطها بعد ما تخرجها من الدومين القديم تحطها في الدومين الجديد، تحطها في الفولدر ده. طب انا اساسا موجوده، فانا وريتها لكم انها موجوده فعلا. تمام؟ فما ينفعش، فلازم اروح ادلتها من الفولدر عشان لما يعمل لها مايجريشن تمام يروح يحطها في المكان ما يلاقيش فيه مكنه باسمها. يعني تخيل انت بتعمل مايجريشن لمكنه من الدومين القديم للدومين الجديد والاثنين نفس الاسم، فطبعا هيقف، لا مش هينفع، طب ما هي موجوده اهي، هدلتها. فبعد ما دلتها
تمام، هنشوف ان انا بعد ما دلتها الدنيا هتمشي مظبوط، بس هتبقى في مشكلة هتظهر دلوقتي، ودي انا ممكن ابقى اوريكم الحلول بتاعتها، لان انا بعد يعني هو عمل ايه دلوقتي؟ عمل كل حاجة ماشي كده، البروفايلات اتظبطت، المكنة عمل لها مايجريت، بس ما جونهاش الدومين لسبب ما حصلت مشكلة، ما جونهاش الدومين، عشان كده انا بعد كده عملتها مانيوال، يعني رحت دخلت على المكنة وجونتها الدومين مانيوال. تمام، ايه سبب الحكاية دي؟ ايه سبب الايرور ده؟ هوريكو سببها ايه. مايكروسوفت كان في شو، انا شفت يعني طبعا انا ما كانش ظاهر عندي حاجة معينة، الايرور اللي بيقول ان هو ما عرفش يجونها الدومين وادى خطأ معين كده، فدورت عليه في جوجل وهوريكو المشكلة ايه او تجيبوها ازاي وتحلوها ازاي. لان طبعا انا في ساعتها لقيت الموضوع سهل، هي مكنه واحده، طب ماشي ما اشتغلتش بالاكتيف دايركتوري ميجريشن تول، هعملها مانيوال بايدي. تمام كده، فالمهم هنلاحظ ايه بقى دلوقتي، هنيجي دلوقتي نعمل مايجريشن. تمام، يعني خلينا دلوقتي ايه، بس طبعا ده كل ده كلام يعني ملناش دعوه بيه، خلينا دلوقتي نعمل مايجريشن بالظبط، يعني نبتدي بقى دلوقتي خلاص بعد ما دلتنا المكنه. تمام، نبتدي بقى دلوقتي اهو، يعني دلوقتي بس طبعا هو انا لسه ما دلتهاش غالبا، ثواني كده اهو هنروح، ايوه هروح ادلت المكنه دي طبعا خلاص كده، كل الرغي ده كله ملناش دعوه بيه، يعني ايه هندلت المكنه خلاص، بعدين نقول له يس. تمام، نيكست، ونحاول بقى نعمل تاني مايجريشن. تمام كده، اد تمام المكنه اهي، تمام تشيك اوكي، نيكست نيكست، تمام نيكست نيكست نيكست، وزيرو يعني عايز يعمل ريستارت بعد صفر، نيكست نيكست فينيش. هلاحظ هنا بيقول لك ايه، كمبيوتر اكزامند كوبي واحد، يبقى كده واحد واحد صفر. تمام اهو خلاص الراجل عمل مايجريشن. تمام، لا مش عمل مايجريشن كمان يا جماعه، ده دلوقتي عمل بس اخد الجهاز. تمام كده، ده كده لسه، ده كده هو بس عمل كوبي للكمبيوتر، اخده من الدومين القديم للدومين الجديد كاوبجكت كمكنه، لسه بقى هيعمل لها مايجريشن. لو دوست كلوز هيفتح ويندو ثانيه يقول لك استنى بقى اعمل دلوقتي مايجريشن للمكنه او اخرجها من الدومين القديم للدومين الجديد. هو كل اللي عمله ايه، انه عمل كوبي كالكمبيوتر كاسم من الدومين القديم، عمل واحد زيه بالظبط في الدومين الجديد في الكونتينر اللي اسمه او اورجنايزيشن يونت اللي احنا قايلينه عليه. بعد كده بقى هيمايجريت، هيخرج بقى المكنه القديمه دي من هناك يدخلها على دي. وهنعمل بري تشيك زي ما قلنا. تمام، وده مران البري تشيك، نفس الفكره، البري تشيك الاول عشان يتاكد، وبعدين التشيك العادي عشان ايه يتاكد ان الدنيا سليمه. عايز تراقب العمليه هتشوف المايجريشن لوج والايجنت لوج. طبعا انا بكتب برضو هنا يا جماعه المشكله اللي واجهتني، الفكره انه ان الفكره انا بقول ليه ظهر معايا الحكايه بتاعه فكره انه ما رضيش ان هو ينقل الكمبيوتر، عشان لا اوريدي الكمبيوتر ده موجود كاسم موجود،
القصه يعني ايه مش محتاجه اشرحها بانجليزي، انا اوريدي كده اوريدي شرحتها لكم دلوقتي. كده لسه بينقل او لسه بيخرج المكنة، تمام. هنعمل ريفرش، المفروض دلوقتي هو اللي احنا عملنا ريفرش، هنلاحظ ان اسم المكنه ظاهر اهو MS S02، تمام، ظاهر تحت، معنى كده ان هو فعلا اخذ المكنه او ابتدى ينقل المكنه فعلا، او اخذها من الدومين القديم للدومين الجديد. بس لسه هنشوف بعد ما يخلص الايرور اللي هيطلع وهندور عليه في جوجل ونشوف الحل بتاعه ايه. طبعا انا زي ما بقول لكم انا لقيت ان الموضوع مش مستاهل، ممكن اعمل مكنه اجونها مانوال بايدي، بس طبعا لو انت في دومين كبير وعندك مكن كتير العمليه دي هتبقى هيدك شويه، بس هوريكم برضه حلها ازاي. تمام، خلاص completed with errors، هنفتح ونشوف برضه ايه الايرورز اللي ظهرت. هنلاحظ انه كاتب هنا ايه في تحت، بيقول لك ان failed to change domain affiliation، هو ده اللي هندور عليه في جوجل. يعني ايه ذا اوبريشن از اونلي الاود فور برايمري؟ يعني ايه failed to change domain affiliation؟ يعني انا ما قدرتش ان انا اغير الدومين او انقله من دومين لدومين، تمام كده. المكنه اتنقلت بتاع بس ما جونتش الدومين، فدي لازم ان احنا نعملها بايدينا. دي اوبريشن الاود فور ذا برايمري دومين كنترولر، دي هنشوفها، هنعمل سيرش عليها بجوجل، تمام، وهوريكم اللي انا وصلت له فيها ايه عشان تعرفوا تعالجوها. طبعا انا زي ما بقول لكم انا ما اضطرتش ان انا اعالج القصه دي، ان هو مكنه واحده بس، تمام. فممكن طبعا ان احنا نجري شويه فيها، خلاص هي completed with errors، تمام. هو كده ده يا جماعه ده اخر الفيديو، احنا ده يعني اللي عملناه في الفيديو ده. عايز بس اوريكم فكره ان انت هتعالج القصه دي ازاي، وعايزين برضو نتأكد من معلومة صغيرة كده، بس خليني الأول أوريكم الحل بتاع المشكلة دي. أنا سيفته هنا أهو في البوك ماركس، ثواني كده، وهنقول له في imported from firefox، أعتقد لا imported from جوجل كروم، ثواني أهو هو ده، هو الراجل هنا كاتب أهو يا جماعة نفس الايرور اللي أنا شفته، تمام. راجل كاتب شوية حاجات أهو، كاتب شوية تفاصيل تحت، طبعا في كذا حل اهو ممكن تبصوا عليه، ثواني. الراجل برضو في واحد كاتب تحت اهو شوية تفاصيل، وده غالبا هو الحل، ممكن تراجعوه وتشوفوا الدنيا ايه. ادي ده حل، تمام، ثواني يا جماعة نكمل يا جماعة. فده ادي ايرور من الايرورات ازاي يتعالج، وفي برضو كان صفحة تانية او ايرور تاني وده علاجه برضه، فكرة المايجريشن والقصص اللي بتطلع فيها. المهم يعني سهل ان انت تلاقوا الحل بتاعه، وبس كنت عايز اتأكد برضه من معلومة ثواني صغيرة كده يا جماعة، ادينه دقيقة. بص يا جماعة هو ده اليوزر او الفيديو اللي انا كنت شغال عليه بتاع اسمه واحد اسمه فيكاس كذا، وده الاوبشن اهو اد لو في ترانسليشن، فهو ما عملش ريبليس عمل اد، فده كده بيؤكد نفس وجهة نظري انه فعلا هو عمل اد مش ريبليس، وده هو بيقول ده السيفست، ده الاضمن يعني، فانا كده ماشي صح، عشان برضو كنت فاكر ان انا بعمل لكم حاجه غلط. وادي اليوزر او ادي الفيديو عشان لو عايزين تتابعه، واحد اسمه ادي النتورك، وراجل اسمه فيكاس مش عارف ايه الراجل ده يعني، او ده الفيديو نفسه اهو، ادي اللينك بتاعته، اسمه اكتف دايركتري ميجريشن تول ستيب باي ستيب انستليشن اند مايجريشن، ده اللي انا واخد منه الشغل بتاعي كله.
فأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.